صاحب رجل نهاية اليوم هو شخص يمتاز بكونه صريح، شجاع، جذاب، حيوي وموهوب، لكن في نفس الوقت شخص متحمس، مدعي، متباهي، متفاخر كثيرا وكثير الانتقاد والشك. هذه صفات مولود برج الدجاجة. مولود برج الدجاجة هو شخص أهم ما يميزه هو أن يكون تحت الأضواء أو محط أنظار الآخرين. هو شخص دائم المثابرة، دائم الانشغال في مسألة مهمة، يحب التعقيدات، لا تستهويه الأمور السهلة، يحب دائما أن يكون محط أنظار الآخرين في كل المحافل وفي كل الأماكن. شخص يصنع حظ بنفسه، لا يهم بشيء اسمه الحظ أو شيء اسمه الصدفة. ينطبق عليهم المثل اللي يقول من جد وجد، أو بمعنى صح يعتبرون هذا المثل من ضمن الأمثال السائدة والمهمة جدا والحقيقية، بغض النظر عن الصدفة ما تلعبها الصدفة أو العوامل المساعدة الأخرى. لما يصل برج الدجاجة إلى منصب معين أو مكانة معينة يبدأ يتحدث عن نفسه ويتحدث عن مغامراته وعن إمكانياته وعن بطولاته، وأنه وصل إلى هذا المنصب أو هذا المكان بمشهود الفردي فقط، لا يأخذ بنظر الاعتبار الظروف والإمكانيات الأخرى والعامل المساعدة اللي ساعدته أو وقفت بجانبه بدون إمكانياته أو إضافة إلى إمكانياته الخاصة. من النوع اللي يحب التفاخر بشكل كبير، ومن النوع اللي منتقد أيضا. مولود برج الدجاجة خلق ليكون منتفض ضد السلطة، وهذا نشوفه في كل أو معظم موارد برج الدجاجة. بالرغم من كون مولود الدجاجة ممكن أن نجده شاعر، وممكن أن نجده فنان، ممكن أن نجده موسيقي، ممكن أن نجده سياسي، ممكن في كل مجالات الحياة يبرز مولود برج الدجاجة لأنه عنده القدرة على التكيف مع الواقع اللي يعيش فيه في كل مكان وفي كل زمان. هو خلق للمعاناة، خلق للأمور المعقدة، خلق لكي يتعب، هذه هي حياته. فبالتالي هو عنده القدرة على التكيف في كل مكان وفي كل زمان. لكن الملاحظ بأنه في معظم الأعمال أو الاتجاهات الخاصة لمولود برج الدجاجة نشوفه منتفض. حتى في مجال الفن هو منتفض أو صاحب ثورة، نقدر نسميها ثورة رومانسية أو ثورة بالنسبة لمجال الغناء مثلا. في مجال الفن نشوفه يبرز في بالتمثيل في الأدوار اللي تتطلب الجرأة، اللي لها علاقة بالحماسة، اللي لها علاقة بالانتفاع ضد السلطة. في مجالات الشعر نشوف الشعر مالته أكثر ما يكون مع الأوطان أو للتحرر من الاستعمار أو ما إلى ذلك. وضعية مولود برج الدجاجة بشكل عام هو شخصية منتفضة، شخصية متحمسة، مندفعة، شخص خلق لحياة مليئة بالتعقيدات ومليئة بالإمكانيات ومليئة بالأمور الجديدة، فهو ليس إنسانا سطحيا أبدا. بالنسبة إلى الإمرأة الدجاجة، هذه الإمرأة أقدر أقول إنسانا عندها عرف، لكن في نفس الوقت هي إنسانة انتقادية، إنسانة أنا دائما يعني أعتقد بأنه هي ممكن أن تنجح في سلك كأن تكون مديرة مع المدرسة، مديرة مدرسة أو معلمة. أو هي دائما تنتقد ودائما تنطي المواعظ، تدخل نفسها في كل شيء، في كل شيء في الحياة، حتى في بيتها. داخل بيتها يجب أن يكون هناك نظام خاص للأطفال، لطريقة تغذيتهم، لطريقة ملابسهم، لكذلك زوجها، هذه الأمور. في العمل نفس الحالة، عندها طرق تنظيمية خاصة، دائمة الانتقاد للآخرين، دائمة توجيه النصائح للآخرين. هي إنسانة كل من يقترب من عندها يجد بأنه يحاول أن ينفض من عندها، يبتعد منها لكثرة النصائح وكثرة المواعظ وكثرة
الانتقادات والموجودة عندها. هي الإنسان خلقت لشيء اسمه الالتزام والواجبات، ولهذا كثيرا ما تتعب في حياتها سواء كان بالجانب العملي أو حتى في الجانب العاطفي والأسري، لأنها تهتم بالتفاصيل. إضافة إلى هذا هي إنسان أيضا فضولية، بالرغم من كونها ما تهتم كثير في ملابسها أو طريقة لبسها أو ما إلى ذلك، لكن هي دائما تكون عندها مشكلة حقيقية، أو بمعنى أصح هي تختلق مشكلة حتى لو كانت لو لم يكن هنالك مشكلة. هي من أكثر النساء اللي عندها القدرة على أن تختلق مشكلة لأسباب لها علاقة بالانتقادية أو لها علاقة بالوعظ والنصح والتباهي بالنسبة لنفسها بشكل عام. بالنسبة للرجل الدجاجة يكون عادة شخصية منضبطة وشخصية قوية قادرة على التأثير، شخص يعرف ما يفعل. حالات النجاح والإخفاقات هي دائما موجودة عنده، يعني يشوف في أوقات معينة ناجح وأوقات أخرى يخفق، لكن هو عنده القدرة على أن ينهض من جديد لكي يستمر بالعطاء والعمل. يبذل مجهود في حياته، وكثير من عندهم يصلون إلى أهداف جيدة ويكونون من ضمن المشاهير، لأنه يبذلون مجهود، لأنه لا يعتمدون على الصدفة، وإنما اعتمادهم هو على الجد والمثابرة بشكل عام. أكثر نجاحاتهم وبروزهم بالأمور السياسية وبالأدوار تتطلب لباقة، لأن هم عادة يمتازون بالتفكير الصائب ويمتازون بالذهنية الجيدة. مولود برج الدجاجة مو رومانسي، ليس رومانسيا، وإنما أقدر أقول يهتم بالغزل، يحب أن يتغازل مع الفتيات، يحب الامرأة اللي تمتدحها دائما، اللي تعتبر هو المثل الأعلى، هو الأفضل، هو يحب أنوثة الامرأة أيضا. فهو يهتم بالغزل لكنه ليس رومانسيا، هو إنسان أكثر ما يكون عملي وواقعي. ولو افترضنا جدلا ووجدناه في أماكن لها علاقة بالغناء مثلا، فنشوف حتى الأغنية الخاصة به أو التغني الخاص به اللي له علاقة بالرومانسية، فنلحظ من خلفه أكو ثورة، أكو انتفاضة، وليس رومانسية بمعنى الرومانسية اللي نفهمها إحنا، الرومانسية السلسة والبسيطة. هو شخص منتفض دائما ومتحمس دائما ومندفع دائما، ويحب التباهي ويحب الأضواء التي تتسلط عليه. مولود برج الدجاجة يحب الغزل، يحب الفتاة اللي تبهر بمفاتنها وبرشاقتها وبسحرها، ويحب الفتاة المعتمدة على نفسها أيضا والعصرية. لكن لما يبحث إلى الزواج أو عندما يقرر الزواج راح نشوف يتجه نحو فتاة لا تعرف الغرام والهيام في فترة الشباب، يعني يرجع إلى أسلوبه التقليدي. فبالتالي أقدر أسميه شخصية تعاني من حالة من الازدواجية بهذا الجانب. وكثيرا ما مولود برج الدجاجة إذا انتقد راح يعني يصاب بنوع من الضجر، ويحاول ان يتعامل مع الاخرين بنوع من العصبيه، لانه بشكل وغضب بشكل عام ما يعترف باخطائه، هو يعتقد بانه هو الافضل وهو دائما يعني افضل من الاخرين، وهو الذي يقدم نصائح ولا ياخذ نصائح من قبل الاخرين. طبعا مولود برج الدجاج من المشاهير كثيرين جدا، عندنا على مستوى الشعر ابو القاسم الشعبي، على مستوى الغناء الفنان كاظم الساهر، على مستوى الفلسفة الدينية والواقعية العملية الفيلسوف الصيني المعروف كونفوشيوس، كمال الشناوي، جلال طلباني الرئيس العراقي السابق، أياد علاوي من الممثلات، نبيل عبيد. برج الدجاجة من الأبراج اللي عليها الأضواء واللي يصلون بجدية وبحزم وبواقعية لأهدافهم بعد مقاسات ومعاناة
لأن الحظ ما يفتلهم بسهولة، أو بمعنى صح هم يصنعون حظهم بأنفسهم وبمشقة وعناء.